Amen. فدي كانت تاني تجربة يتعرض ليها دانيال بعد ما كان أمير من سبط يهوذا وحاجة يعني كان ممكن يبقى ملك في يوم من الأيام. فأول مرة عايزين يأكلوه من نجاسات الملك، وتاني مرة حكم بالقتل كده من غير أي محاكمة أو أي حاجة. لكن ربنا ما بيسيبش ولاده، ولما شفنا نجاح دانيال في المرة الأولانية هنشوف إن ربنا اللي بيتمسك بربنا أحبائي ربنا ما يسيبوش. أمال إمتى بنتعب ونتبهدل؟ لما نسيب ربنا. فطلبوا دانيال وأصحابه ليقتلوهم. حينئذ أجاب دانيال بحكمة وعقل لأريوخ رئيس شرط الملك الذي خرج ليقتل حكماء بابل، أجاب وقال لأريوخ قائد الملك: لماذا اشتد الأمر من قبل الملك؟ حينئذ أخبر أريوخ دانيال بالأمر. عايزكم تلاحظوا حاجة، لما واحد فينا بيتحط في موقف صعب بيعمل إيه؟ ويبقى مش عارف يتصرف. تخيلوا ده، انت لو جالك جواب من المرور بمخالفة بتبقى قلقان وعايز تشوف وتقول تعالى يجي لي ناس يصلي لنا، ابونا الاوفيسر ما يجيش المحكمة، مش كده؟ الواحد بيفكر في ايه؟ في نفسه. الواحد بيفكر في ايه؟ في نفسه. لما الواحد بيتعرض لمشكلة مفكرش إلا في نفسه، وبيفقد أعصابه ويزعق ويقول إن هو بار والناس التانية هي اللي إيه غلطانة، صح كده؟ مش إحنا بنعمل كده؟ لكن الناس اللي متواصلة مع ربنا يقول أجاب دانيال بحكمة وعقل. يا جماعة ده مش جاي يقول له عليك مخالفة، ده جاي يقول له إيه؟ هقتلك. ده رئيس الشرطة اللي جاي ينفذ الحكم جاي يقول له أنا جاي موتك. ينفع تقبلها إزاي دي؟ ده سؤال أنا بسأله لنفسي لما أتعرض لظرف أنا مش عارف أتصرف فيه، مش هقول صعب ولا سهل، أنا ماليش حل فيه، بتعمل إيه؟ بتتصرف بحكمة وعقل ولا بتتصرف بهستيريا وتغلط الدنيا كلها حواليك وانت الور اللي فيهم؟ قال له فكر ايه، فكر في ايه؟ هو فكر في الملك، ما فكرش في نفسه. لماذا اشتد الامر من قبل الملك؟ هو الملك زقها قوي كده ليه؟ اصل عشان الملك يؤمر بقتل كل حكماء بابل. دي بابل دي مش قرية، دي بابل دي إمبراطورية عظيمة، والحكماء دول ناس قعدوا 3 سنين في المدرسة بتاعت أكاديمية بابل دي وتخرجوا ووقفوا قدام الملك واختبرهم عشان يؤمر بقتلهم كلهم. يعني تخيلوا هو قاعد دلوقتي مع العالم اللي إيه اللي ما نجحوش. لكن دانيال كان عنده قدرة على التصرف. فرق بين الحكيم والجاهل. عندنا مثل تاني في الكتاب المقدس، واحدة ست كانت حكيمة جدا وأنقذت نفسها. أبي جايل داود بعت إحنا بنحرسك يا أستاذ أنت، وعايزين بقى شوية أكل يعني وشوية خير للعالم اللي بتحرسك دي. فالأفندي التاني كان مش حكيم، كانش حكيم، لكن راحت هي خدت هدايا وراحت وتسجد داود وتقول له ده انت رجل الله ما بقاش في ايدك دم. وقعد بقى ربنا بعتك ليه لاستبقاء حياه. دي الحكمه، وده سؤال احنا بنتعلمه. لما تحط في ظرف صعب بتصرف بحكمه وعقل ولا بتصرف بانفعال وعصبية؟ طيب
سؤال، الحكمة دي نجيبها منين؟ من عند أبي الأنوار، من يعقوب علمنا الذي تعوزه حكمة يطلب من فوق من عند أبي الأنوار الذي يعطي له. طب أنت تطلبها إزاي من عند أبي الأنوار؟ إيه خط الكمبيوتر ولا الصلاة؟ بالصلاة. الإنسان اللي بيعرف يصلي هو إنسان حكيم وإنسان يعرف إزاي يتصرف، والإنسان اللي ما بيعرفش يصلي أو صلاته مجرد كلمات كده ما بيعرفش يتصرف صح. فشوفنا هنا إن دانيال ربنا اختاره وما سمحلوش إن هو يروح مع السحرة والعرافين وجماعة دول. ليه؟ علشان يبان مجد ربنا وعظمة دانيال. ما هو دانيال لو كان راح في وسطيهم كانوا هيقولوا ايه؟ ما احنا عارفين، ما انت لو سألتنا احنا كنا قلنا، تعرفين اهل العالم. لكن دانيال ربنا سمح له ان هو ما يروحش علشان يخش في تاني تجربة نتعلم منها احنا عظمة دانيال كواحد بيحب ربنا على الرغم ان هو امير وعلى الرغم ان هو عايش في بابل اللي هي فيها يعني عاصمة الامبراطورية. وهيورينا كمان another quality، حاجة حلوة قوي في دانيال هتشوفها دلوقتي. حينئذ اخبر اريوخ دانيال بالامر. واضح ان اريوخ ده رئيس الشرطة ما كانش مبسوط انه عمال يدبح في العالم الحكماء، يعني ده قرار انفعالي مش مظبوط. فدخل دانيال وطلب من الملك ان يعطيه وقتا فيبين للملك التعبير. يعني دانيال قال لرئيس الشرطه خدني للملك وانا هتكلم مع الملك، يديني وقت والوقت ده انا هجيله بعديه واشرح له. هتقول لي سؤال، ليه لما الاولانيين طلبوا وقت رفض يديهم وليه لما دانيال طلب وقت اداله؟ لعده اسباب. السبب الاولاني ان دانيال ما قالوش قول لي الحلم، يعني هم التانيين كانوا بيقولوا له ايه؟ قول لنا الحلم، فهو كان عارف ان هم بيضحكوا عليه. السبب الثاني ان دانيال جه بعد ما هو قتل جزء كبير، فهو دلوقتي ابتدى يخش في حته الايه؟ الاحساس بالضعف. يعني الاول كان بيقول لهم خرجت من فمي لو ما قلتليش الحلم وما قلتليش التعبير بتاعه انا هقتلكم كلكم. فدلوقتي هو اتحط في الموقف الايه؟ الضعيف. نمره ثلاثة، ان دانيال بيتكلم بثقه. ده الفرق تاني. انا قلتلكم فرق بين ولاد ربنا وولاد العالم، ان ولاد ربنا بيعتمدوا على مين؟ على ربنا. فدانيال ما فكرش في نفسه، فكر ازاي يرد على الملك. فالثقة اللي بيتكلم بيها دانيال ده استلت سبب خلت الملك يثق ان هذا الانسان فعلا هيقول لي الحلم ويقول لي الايه؟ التعبير بتاعه. لكن هنا نستغرب لما دانيال يسأل اريوخ ايه الحكاية. تعلمنا حاجة تانية في دانيال، احنا مركزين على شخصية دانيال. تعلمنا ان دانيال كان عايش في المملكة وعايش في بابل ومع هذا مش مهتم بايه؟ بالاخبار. في حد فيكم ما يعرفش الاخبار؟ ها؟ ده اللي بيعتبر نفسه قديس ومش قاعد على المسلسلات ورمضان بقى اهو بايه؟ ماسك السي ان ان والفوكس نيوز والمش عارف ايه. لكن دانيال كل الكلام ده ايه؟ ولا فارق معاه. الكلام ده ما فرقش مع دانيال. ليه؟ لان دانيال مشغول بحاجة اهم، بربنا. دانيال مشغول بايه؟ بربنا. فهو غير مرتبط بالعالم. وهنا نقول ان حلم فرعون اظهر يوسف اللي في السجن، وحلم نبوخذ نصر اظهر دانيال اللي كان عايش في وسطهم في بابل. فالملك شعر في كلامه بالثقه
والثقة دي هو جايبها منين دانيال؟ من ربنا. طب جابها منين؟ في اختبار كده ولا ما احنا بنتكلم بنقول كلام حلو بس الثقة دي جابها منين؟ اما طلب 10 أيام ياكل قطاني وبعدين شكله بقى اجمل من اللي بياكله قطايب الملك وخفن مشروبه. يبقى هل انت عندك خبرة مع ربنا؟ ده سؤال. ما هو اصل خلي بالك اقول لكم حاجة، احنا بنقول كلام كتير لكن في فرق بين الإيمان الاختباري العملي وبين الكلام. عشان كده الإيمان الاختباري بيدي ثقة. يعني في حد في الدنيا يقول 10 أيام ويبقى شكله أجمل من التانيين؟ يعني هقول حاجة مع الاعتذار للمستمعين كلهم، يعني ده لما بيجيبوا بقرة عشان يغيروا المرعى بتاعها بيأكلوها على الأقل من المرعى الجديد 2-3 أشهر على الأقل. الناس بتوع البيطري يفهموا الكلام، تقول لي 10 أيام بدل ما هو ده قال له ده انتوا هتحطوا رقبتي تحت ايد الملك، مش رئيس السوق قال لهم كده؟ لا، انا جربت ربنا في 10 أيام هبقى احسن. هل انت عندك الاختبار ده؟ هقول لكم حاجه ثانيه، معلش، احيانا ربنا بيحس فينا كده ان احنا بنحبه ونحن بنحبه، فيقوم يدخلك في اختبار ويشوفك انت ايه، تستحمل ولا ما تستحملش. لو استحملت يبقى انت كسبت ايه؟ اختبار ايماني، خبرة. يقوم لما تجيلك خبرة اكبر، ما هو الاول كان يكسر الشريعة ان الاكل ده نجس كل منه، لكن دلوقتي بيقول له ايه بقى الاختبار التاني؟ ايه؟ رقبتك هتتقتل. فاللي ينجح في 10 أيام يقدر يخش الايه؟ البوست جراد، وينجح في اختبار ان هو ايه؟ هيتقتل. دانيال قال للملك كده والملك وافق. في آية 17 تعلمنا حاجة جميلة جدا في أولاد ربنا ودانيال. أنا نفسي إن إحنا نكتب كده نوتس عن حاجات بنستفيدها من دانيال. شوفوا إحنا عمالين نقول نقط كده، حاولوا مش مجرد إن هو اتحط في جب الأسد وطلع. يعني آية 17 تقول لنا إن دانيال كان رجل نشيط، يعني هو خد مهلة من الملك. إحنا مش عارفين المهلة دي قد إيه، في بعض آباء بيقولوا إنها يوم. يقول حينئذ مضى دانيال إلى بيته، يعني طلع من عند الملك على إيه؟ على بيته، ما يأجلش، مش يقول إيه؟ لما نشوف. وما راحش مكتبة يقرأ عن أحلام الملوك ولا يشوف الدنيا دي تتفسر إزاي، لأن خلي بالكم ولو ما عرفش الحلم وتعبيره إيه اللي هيجرى؟ ده مش هيموت موت عادية، ده واخد مهلة. وعلمنا درس تاني أحلى بقى غير النشاط في العمل، وأعلم حنانيا وميشائيل وعذريا أصحابه بالأمر. الكتاب المقدس بيقول إن اجتمع 2 أو 3 باسمي هناك أكون في إيه؟ وسطهم. ودي نقطة مهمة، يعني في واحد ممكن يبقى أناني يقول طب ما أنا أشوف لو عرفت أفسر الحلم ده، ده الملك بقى هيعمل له بقى إيه؟ الحلوين بتاعت الناس التانية كلها اللي ما خدوهاش هم حي ايه؟ هو هياخدها احيانا كده، لكن هو قرر في نفسه ان هو لا، انا عايز اخواتي دول يبقوا ايه؟ معايا. صلوا بعضكم لاجل ايه؟ لاجل بعض. الشركة، حياة الشركة. حلو ان انت تخش مخدعك وتصلي، لكن مهم ان انت تيجي الكنيسة وتشترك في صلاة القداس الجماهيرية أو صلاة التسبيح. واخدين بالكم الحتة دي؟ ليه؟ هنعمل إيه بقى إحنا الأربعة؟ إيه الهدف دلوقتي من الصلاة ده؟ ها؟ هنصلي نطلب إيه؟ نعرف الحلم وتفسيره، مش كده؟ لا غلط. اقروا اللي قاله قدامكم.
ليطلبوا المراحم من قبل إله السماوات. الله، هو أنتم مش رايحين تصلوا علشان تعرفوا الحلم وتعرفوا تفسيره؟ لا 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 لا، مش ده اللي يشغل بالنا. احنا حاسين ان احنا في تجربة، والتجربة دي مش لازم ان الحلم يبقى هو الحل بتاعها. ده احنا عايزين رحمة ايه؟ ربنا. رحمة ما احنا احيانا يبقى عندنا خبرة مع ربنا بس نحب نديله الكتالوج. يعني ايه نديله الكتالوج؟ يعني نقول له انظر الحل صفحة 15، فربنا يقول لك مع نفسك انا بشتغلش بالطريقة دي، انا بشتغلش بالطريقة دي. ما ينفعش نقول ربنا تعمل ايه وما تعملش ايه وتعمله امتى. غلطتين بنقع فيهم كتير، تعمل ايه وما تعملش ايه وتعمله امتى وازاي. دي ما مش طريقة ربنا. فاحنا بنتعلم درس تاني، الناس اللي بتاخد نوتس، ليطلبوا المراحم من قبل إله السماوات من جهة هذا السر. احنا يا رب عايزين ايه؟ رحمتك. هتدهلنا في نعرف الحلم ما نعرفش الحلم، هتاخدنا تنقلنا في حتة تانية. ربنا عنده طرق كتيرة جدا يا احبائي، مش الطريقة الوحيدة ان هو يقول لهم الحلم. هو ممكن يديهم طرق متنوعة انت ما تفكرش فيها. تعلمنا حاجة؟ يبقى طلبوا المراحم مش الحلم ومش ايه تعبيره. ومن قبل اله السماوات مش من قبل اله ايه اسرائيل. ليه؟ بصوا انا شرحت لكم الموضوع ده يمكن بسرعة بس هوضحه عشان هيتكرر تاني اكتر من مرة. لما ربنا خد الشعب من مصر كان هو الملك بتاعهم، والدولة كانت اسمها دولة ثيوقراطية. ثيوقراطية يعني ايه؟ ثيو يعني ربنا، وهو اللي بيحكم البلد دي. يتكلم مع موسى يقول له اعمل كذا، خد هارون يبقى رئيس كهنة، اعمل الذبايح، اعمل الخيمة، يتكلم وهكذا. يتكلم مع الانبياء والانبياء يقولوا للملوك والكهنة. لغاية اما يهوذا اتسبى وأورشليم اتهدت. خلي بالكو هيجي مثلا واحد يقول لي ايه يا ابونا، بس يعني ما كان فيه مملكة اسرائيل واشور سابتها، لكن في ايام اشور كان بيقول اله اسرائيل. ليه كان بيقول اله اسرائيل في ايام اشور؟ لان يهوذا كانت موجودة. لا ما تسرحوش مني، انتوا في عارفين مملكة يهوذا اسرائيل ويهوذا. فيهوذا تثبت في أيام أشور، بس في أيام أشور كان يقول مملكة إيه؟ إسرائيل. ليه؟ لأن يهوذا والهيكل موجودين. لكن لما تثبت يهوذا كمان ما بقاش فيه مملكة لربنا على الأرض، فابتدى ما يقولش أبدا إله إسرائيل، يقول إله إيه؟ إله السماوات. هتلاقوا في حكم بابل، في حكم مادي وفارس، في حكم اليونان والرومان لغاية 63 سنة. هنيجي للتاريخ ده. فيقول كان يقول إله الإيه؟ السماوات. من جهة هذا السر لكي لا يهلك دانيال وأصحابه مع سائر حكماء بابل. مراحم إيه؟ بيطلبوا مراحم ربنا. فدانيال شعر باحتياج لصلاة الثلاث فتية ان كلهم يشتركوا مع بعض. اول اجتماع الصلاة في الكتاب المقدس هو ده في سفر دانيال 2 آية كام؟ آية 17. وتاني اجتماع الصلاة في الكتاب المقدس في سفر أستير، وأستير جاي بعد كده لان ده ايام ملك الفرس أحشاويرش، لما قالت لهم إيه؟ اجتمعوا وصلوا من أجلي. يقول إيه بقى؟ حينئذ لدانيال كشف السر في رؤيا الليل.
هنا في نقطتين مهمين. النقطة الأولانية إن الملك شاف حلم ودانيال شاف إيه؟ رؤية. إيه الفرق بين الحلم والرؤية؟ حلم لازم يكون نايم والرؤية ممكن كده. فده فرق بين الحلم وإيه والرؤية. الحاجة التانية المهمة يقول رؤى الليل، وده معناها إيه؟ كيف يكون ليل أولاد ربنا. أولاد ربنا لما يجوا يصلوا التسبيح بنقول لهم إيه؟ قوموا يا بني النور. لكن الشيطان لما يحب يلم أعوانه ويسكرهم ويرقصهم وينسيهم ربنا بيبقى إمتى؟ في الظلمة. دول ما بيقول لهمش إيه؟ قوموا. فالله يفتح قلب الإنسان، فليل أولاد ربنا سماء مفتوحة. كلهم صلوا لكن الكشف كان لإيه؟ لدانيال، لأن سر الرب لإيه؟ لخائفيه. والشيء الجميل إن في الضيق بتنكشف الأسرار، ولما الواحد يمر بضيقة أحبائي ربنا بيفتح عينيه على حاجات هو ما بيشوفهاش في العادي. أنا ممكن أقول لكم حاجات كتير قوي. يعني أنت ممكن مثلا تيجي تحضر قداس وتسمع القرايات وتسرح، لكن لو معصور في تجربة تلاقي كل كلمة ليها معنى وليها رسالة. لما يجي الراجل اللي التلاميذ ما عرفوش يشفوا ابنه، والمسيح يقول له أتؤمن وانت في تجربة، وهو يقول له أؤمن يا سيد أعن عدم إيماني، تلاقي نفسك بتردد الجملة دي لأن انت بتشترك. ليه؟ يسموها شركة حمل الصليب. هو حمل الصليب ده كلام كده؟ احنا الحد اللي فات اتكلمنا على 10 نقط لحمل الصليب، لكن مين بيخش فيها؟ اقول لك التضع. لو واحد مش معصور في تجربة تلاقي مناخيره في السماء، مسمعش الحد، هو شايف نفسه احسن واحد. اقول لك اخدم. اخدم ليه؟ ما كل واحد يخدم نفسه. لما تحس بقى انك انت محتاج تتخدم تفهم معناها. فالمبدأ هنا ان الضيقة مدرسة الصلاة. الضيقة مدرسة الايه؟ الصلاة. والضيقة هي شركة حب في صليب المسيح. فالإنسان لما بيمر بضيقة بيحتمل وتكشف له أسرار لم يدركها من قبل. عينيه بتتفتح. جربوا اللي أنا بقول لكم عليه ده، هتلاقي نفسك عينيك بتتفتح. إيد ربنا معايا كده وأنا ما كنتش شايف. إزاي أنا قلبنا لم يكن يعني بيتحرك فينا؟ إزاي أنا كنت بالبرود ده؟ طيب كشف السر في رؤى الليل. طب بقى واحد اتكشف له السر، يعني حياته في ايه؟ في امان. يعمل ايه؟ يطير على الملك بقى. تعالى اريوخ هات لي الملك بتاعكو ده، انا هقول له كل حاجه. لا لا لا، ده مش دانيال. ضيف بقى على دانيال، يشكر ربنا ويسبح. تخيلوا انسان في ورطه. ده احنا عارفين المثل، طور صام وصلى الامر ان كان، فلما قضي الامر فما صام ولا صلى. واحد بيندر ندر على حاجه معينه والحاجه تتحقق يفاصل. طب يا ابونا انا ممكن مش عارف ايه، طب ممكن مش عارف. وفي واحد قبل ما ينفذ النذر تلاقيه بيصلي وبيشكر ربنا، مش بيفاصل مع ربنا. دانيال علمنا درس مهم جدا، ان ربنا قبل اي حاجه. ربنا قبل اي حاجه، قبل الملك اللي هيطير رقبتك. قبل الملك يقول كده، اجاب دانيال وقال ليكن اسم الله مباركا من الازل والى الابد. يعني دي حاجه جميله بنشوفها
في دانيال ان هو انكشف له هذا السر. فدانيال ما انشغلش بالملك، لكن دانيال بيورينا ان الناس الروحيين ناس تقال. ليه؟ لان ربنا هو الههم وملكهم. احنا عندنا أمثلة على الحتة دي في الكتاب المقدس. يعني داود مثلا وهو بيرعى الغنم طلع عليه أسد ودب، عمل فيهم إيه؟ قتله. راح رجع حكى لأبوه، حكى لإخواته، إخواته هزقوه لما لقوه جاي بالأكل وجاي متكبر جاي تشوف الحرب. قال إمتى الموضوع ده؟ لما شاول قال له انت صغير ما تنفعش تروح تعمل المهمه دي، طب جرب كده تلبس عده الحرب. قال له يا سيدي عبدك قتل اسد ودب، طب ما حكيت لناش ليه يا داود؟ علاقه خاصه بيني وبين ربنا، دي قوه مش من عندي، دي قوه من عند مين؟ من ربنا. بولس الرسول صعد للسماء الايه تالت فردوس، وعارفين انتوا القصه. ذكر الموضوع ده امتى؟ عارفين بعد كم سنه؟ ها؟ انسان ذكروا بعد 14 سنه لما قالوا له انت ما شفتش المسيح، وابتدوا يهاجموه، فكان في كورنثوس الثاني. بعد 14 سنه من الرؤيه ده، لو واحد فينا شاف جناح ملاك هيجي يقول لك ابونا لازم تعمل لي صوره هنا وتمثال وانا بخر زيت دلوقتي. مش بنعمل كده؟ ده دي روحيات ايه دي؟ دي روحيات عصافيري. هدف الاستعلان الالهي انك انت تشكر ربنا وتمجده. عشان كده صلاة دانيال اللي صلاها بعد كشف السر هي مادة للتسبيح والشكر. ليكن اسم الرب مباركا من الأزل وإلى الأبد، يعني على الدوام، لأن له الحكمة. الحكمة دي شفناها في حكماء بابل، كل آلهة الأمم إيه؟ شياطين. لكن اللي عمله ربنا ان هو الحكيم. في حته هنجلها بعد كده بس اقولها لكم دلوقتي، ان اللي ادى الحلم ده لنبوخذ نصر هو ربنا، فمش ممكن حد غير ربنا هيفسره. ليه؟ لان الشيطان ما بيعرفش افكار الناس، الشيطان ما يقدرش يعرف فكرك. الشيطان يبص انت بتعمل ايه بس ويقدر يعرف كده انت ناوي على ايه. سبح ربنا على حكمته مقابل حكماء بابل اللي كل آلهتهم شياطين. سبح ربنا على قوته في مقابل جبروت وقوة مين؟ نبوخذ نصر. لأن نبوخذ نصر قال لهم الكلمة طلعت من بقي خلصت. إربا فاكرين؟ فسبح ربنا على حكمته وعلى قوته. وإيه كمان؟ وهو يغير الأوقات والأزمنة. دي هنفهمها لما نيجي نتكلم على الرؤية. يعني إيه غير الأوقات والأزمنة؟ إحنا هنشوف دلوقتي إن نبوخذ نصر ده اسمه ملك الملوك، دي حاجة ما تقالش لحد، كانت بيقولوها كنوع من التكريم يعني. لكن ده هيجي يتشال وهيجي مملكة بعديه ومملكة بعديه ومملكة بعديه. يبقى هو إيه؟ يغير الأوقات والأزمنة. اوعى تفتكروا ان في حد في العالم عنده سلطة ربنا ما سمحلوش بيها. شوف انا بقول ايه؟ لا الجماعة لا قوة ولا جبروت ولا شطارة ابدا. ربنا هو المايسترو بتاع العالم ده كله. كل شيء به ايه؟ وبغيره بس كده. يغير الأوقات والأزمنة.
يعزن ملوكا وينصب ملوكا. ما هو الحلم كله على كده. طبعا هو ده دلوقتي دي التسبحة، ده مش كلامه قدام الملك، ده تسبحة. يعطي الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهما. حكماء دول مين بقى؟ ولاده اللي ملك عليهم فاستناروا بمعرفته. ولاد ربنا اللي هم بيصلوا، فالاستنارة بتاعتهم من فوق من عند أبي الإيه؟ الأنوار. وليه بيقول عليه أبي الأنوار؟ لأنه هو يكشف عيون لعيون أولاده أن هم إيه يعرفوا. هو يكشف العمائق والأسرار، يعني هو ربنا الإيه الكاشف، يعلم ما هو في الظلمة وعنده يسكن النور. كلام واضح مش كده؟ إياك يا إله أبائي أحمد. إله أبائي هنا هو منساش أنه من سبط يهوذا، ومنساش أن جده الكبير يعقوب وإبراهيم وإسحاق والناس دي، فاستيل هم كونكتد لربنا. في فرق بين واحد اتربى وعارف هو مين، واحد ما عندوش فكرة يقول لك أنا ما حدش كان بيوديني الكنيسة، أنا عمري ما فتحت إنجيل، أنا عمري ما اعترفت، دي مسؤولية. لكن ده بيقول إله إيه؟ أبائي. وأسبح الذي أعطاني الحكمة والقوة وأعلمني الآن ما طلبناه منك لأنك أعلمتنا أمر الملك. يبقى هنا نتعلم من دانيال إنك لما تتحط في مأزق تعمل إيه؟ تصلي. ولما تصلي وتاخد الرد تعمل إيه؟ مش تجري، تشكر ربنا الأول وتسبحه على العمل ده. فمن أجل ذلك دخل دانيال إلى أريوخ رئيس الشرطة طبعا الذي عينه الملك لإبادة حكماء بابل. مضى وقال له هكذا: لا تبت حكماء بابل، ادخلني إلى قدام الملك فأبين للملك التعبير. يعني قبل ما يخش الملك ويشرح له بيقول له إيه؟ لا تهلك حكماء بابل. ليه؟ طب ده أنت ما جابوكش معاهم. يعني إحنا أحيانا لو حد اتعامل معنا بأنانية نحب إن إيه؟ بس كده لما يجي في إيدينا نردها له، مش كده؟ ده البشر. لكن ولاد ربنا ما يعملوش كده. أربع أسباب خلت دانيال ما يعملش كده. أول سبب هو إيه؟ إن عايز يديهم فرصة إن يشوفوا من هو الحكيم الحقيقي. لأن هم قالوا له، هم قالوا للملك إن هذا لا يعبره إلا الإله. يعني هم برضو فاهمين يعني، بس هم مش عارفين وما عندهمش صلة بربنا. فقالوا له إن اللي أنت شفته ده عشان واحد يجي يحكي لك الحلم ويقول لك التعبير بتاعه، ده لازم يكون متصل بالإله، وهم مش متصلين بالإله، هم متصلين بالشيطان، والشيطان ما يعرفش. واضحة دي؟ فأول حاجة عشان يديهم إيه؟ فرصة يعرفوا. تاني حاجة إن القرار بتاع الملك بإبادة حكماء بابل ده قرار ظالم. هتخيل واحد حد بيخبط عليه على البيت كده: حبيبي معلش في حكم إعدام. حكم إعدام؟ طب انا عملت ايه؟ حكم اعدام كده، خبط لزق كده. يبقى قرار ايه؟ ظالم. تالت حاجه ان هم ما يعرفوش الوصايا ولا الشريعه، ما يعرفوش ربنا، فهو بيديهم فرصه قرار ظالم، وهم ما يعرفوش الوصايا ان هو التعامل مع الشيطان ده غلط. هم بيتعاملوا مع مين؟ مع الشيطان. رابع حاجة مهمة إن دانيال كان بينفذ وصية محبة الأعداء اللي اتذكرت في العهد الجديد: أحبوا إيه؟ أعداءكم. فهو بيقدم لهم محبة: أنت ما حبتنيش لكن أنا أحبك. أنا دايما بكرر الآية دي، الناس كتير منكم بولس الرسول قالها وأنا بحبها جدا:
إن كان كلما نحبكم أكثر نحب أقل فليكن. يعني أنت مش عايز تحبني براحتك، بس أنا مش هبطل أحبك، أنا مش هبطل أحبك. واضح الكلام؟ فحينئذ دخل أريوخ، طبعا واضح إن عمنا نبوخذ نصر كان ادى المهلة لدانيال ونسيه. دخل أريوخ بدانيال إلى قدام الملك مسرعا وقال له هكذا: قد وجدت رجلا من بني سبي يهوذا الذي يعرف الملك بالتعبير. يعني أريوخ بيأكل عيش على أفا مين؟ أفا دانيال. يا عم ده أنا اللي جيت لك وقلت لك خلينا نخش للملك، والملك اداني مهلة، وبعدين أنا رحت صليت وربنا كشف لي، وانت جاي تقول له أنا لقيت واحد من بني يهوذا من سبي بني يهوذا هيقدر يفسر للملك. دي طريقة العالم. يعني شوف احنا لسه شرحين أربع نقط في دانيال، شوف عمنا أريوخ بيتصرف ازاي. دي طريقة العالم، كل ايه؟ كل عيش. يعني لقي وسيلة، واحنا بنتعب، احنا بنتعب من الناس دي مش كده؟ لا، بس احنا هنحبهم، مش قلنا نحبهم بس كده. فأريوخ بياكل عيش على حس ايه؟ بيكذب. ويعني مش عايز يقول ان دي مبادرة من دانيال انيهاو. يعني اجاب الملك وقال لدانيال الذي اسمه بلتشسر، دانيال الله يقضي، بلتشسر دي مربوطة باسم إله البعل، لما هم عندهم إلهين في بابل البعل ومردوخ، هل تستطيع أنت على أن تعرفني بالحلم الذي رأيته بتعبيره؟ أنت هتعرف، ما لسه أريوخ واقف. كلام جميل، في أعذار، في حجج، في أي كلام. أجاب دانيال قدام الملك وقال، هتلاحظوا ملاحظة غريبة جداً، إن من ساعة ده ما دانيال هيبتدي يتكلم الملك مش هيفتح بقه. ليه؟ لأن الكلام ده جاي منين؟ من ربنا. سلطان أولاد الله، أنت ليك سلطان، أوعى تفتكر إنك ضعيف وتعبان وهزلان، أنت ليك سلطان. أنت تقدر تعرفني بالحلم؟ طبعا لو أريوخ اللي بيتكلم هيقول له طبعا، لكن أما دانيال اللي هيتكلم هيقول كلام تاني. أجاب دانيال قدام الملك وقال، السر الذي طلبه الملك لا تقدر الحكماء ولا السحرة ولا المجوس ولا المنجمون على أن يبينوه للملك. يعني الناس اللي انت دبحتهم دولت مظلومين. ليه؟ لأن دول بيتعاملوا مع الشيطان، والحلم ده من ربنا، فالناس دي مش هتفهم الكلام ده ومش هتعرفه، هم قالوا لك ان ده الاله بس. لكن يوجد اله في السماوات كاشف الاسرار، وقد عرف الملك نبوخذ نصر ما يكون في الايام الاخيره، حلمك ورؤيا راسك على فراشك هو هذا. يبقى الحلم ده منين؟ من ربنا. واحد كده شاطر يسالني سؤال، طب ادى اللفة دي كلها، مش كان ربنا ادى الحلم ده وتفسيره لدانيال، وكان دانيال راح شرحه للملك بدل ما العالم دي كلها اتقتلت ببلاش كده؟ ايه رأيكم في الفكرة دي؟ اولا الكلام ده مينفعش. ليه؟ لان نبوخذ نصر ما كانش هيسمع لدانيال، وما كانش الخبر بتاع الحلم وتفسيره هينتشر في مملكة بابل لو واحد من سبي يهوذا لحلمه، صح؟ ونقطة تانية، إن نبوخذ نصر من كتر المجد اللي هو كان فيه والعظمة، الرجل كان بيسأل نفسه What's tomorrow؟ بكرة هيبقى فيه إيه؟ أنا أقدر أعمل إيه أعظم من اللي أنا عملته ده؟ عارفين هو حلمه يعتبر من أحلام الإيه؟ العقل الباطن اللي هو أنا بفكر فيه، فربنا ادهوله. إيه اللي ممكن يتعمل؟ إيه اللي ممكن يتعمل أكتر من اللي أنا عملته ده؟ أنا فتحت كله،
كل البلاد الكبيرة دي أنا فتحتها، مصر، سوريا، يهوذا، أشور، مش عد زي ما أنت عايز، فتحهم كلهم. فالرجل بيسأل نفسه، الموضوع ده مش جديد في الكتاب المقدس، الموضوع ده حصل مع سليمان الحكيم. سليمان الحكيم قال إيه؟ قال اللي أنا بمعناه يعني اللي أنا تعبت فيه هتركه. سليمان مات عنده كم سنة؟ 60 سنة. قال اللي أنا تعبت فيه ده هتركه. وسأل نفسه سؤالين، هل اللي هيجي بعدي هيعرف يكمل؟ هل اللي هيجي بعدي هيكون جاهل ولا هيكون حكيم؟ وطبعا الحمد لله كان ايه؟ جاهل، والمملكة انقسمت بعد سليمان. وطبعا هو سليمان غريب ان هو يسأل نفسه السؤال ده، لسبب ان سليمان كان عامل مشاكل، كان عمل مرتفعات وجوز كتير وبخور للأوسام بتاعت الستات بتاعته ومش عارف ايه، فربنا قال من أجل داود مش حاسم المملكة في زمنه. فهو بيسأل سؤال مفروض أنه عارف إجابته، يعني إن هو يعني أنت جلبتها عليك وعلى المملكة يعني. لكن نبوخذ نصر كان بيفكر في التفكير ده، هل المملكة اللي أنا إمبراطورية اللي مش مملكة، ده سليمان ده كان قد كده، دي إمبراطورية، هل الإمبراطورية اللي أنا عملتها دي؟ وإحنا كتير بنعمل كده على فكرة، الناس الناجحة فينا قوي تلاقيها كده بتفكر، طب أنا هطلع ولادي كذا، طب الولاد دي هتعرف تكمل، هيحافظوا على الشركة اللي أنا بعملها، هيعملوا إيه، هيقدروا يعني. أنتوا أكيد بتقعدوا تسمعوا على عيلة ساويرس ومش عارف إيه، وتشوفوا ساويرس الأب إزاي كان بيعمل العيال بمصروف ومنشف رئهم يعني. طب هم مثلا المليارات اللي عاملينها دي عيالهم هيعرفوا يحافظوا عليها ولا هيضيعوها؟ لان الشغل في البيزنس ده انت ممكن الناس اللي ليها في الفلوس فاهمه اللي انا بقوله. فالناس دي بتبقى دماغها حطير منها، اللي انا بعمله ده لان هو بيحس انه كل يوم بيقربه من نهايته، ده لو معياش عايا يعني ده له شورت كات يعني. فالحته دي بتبقى شغلاهم. عشان كده ربنا ادى الحلم لنبوخذ نصر علشان نبوخذ نصر يعرف نهايته ونهاية المملكة بتاعته، هي ما انتهتش على ايديه، انتهت على حفيده. فهنا دانيال بيقول له ايه؟ بيقول له يوجد إله في السماوات كاشف الأسرار. يبقى مش أنا، أنا ما أنا. وده زي ما التصرف العملي يوحنا المعمدان لما قالوا له أنت بقى المسيح وكده، قال لهم لا أنا صديقي اللي إيه؟ العريس، أنا غير مستحق أن أحل إيه؟ سيور حذائه. فهنا بيقول له يوجد إله في السماوات كاشف الأسرار وقد عرف الملك نبوخذ نصر ما يكون في الأيام الأخيرة. يعني يا جلالة الملك الحلم اللي أنت حلمته ده من مين؟ من ربنا. شوف أهميته بقى، ده كده الملك بإيه؟ بيحس إن مين اللي بيديله الحلم؟ ربنا. حاجة جميلة. ما يكون في الأيام الأخيرة حلمك ورؤيا رأسك على فراشك هو هذا. يعني أنت حطت رأسك على المخدة الريش النعام ولا ريش الطاووس ولا وتفر، وربنا حط الحلم ده فين؟ في دماغك. ومدام ربنا اللي حط الحلم ده في دماغك ما حدش هيفسره غير مين؟ ربنا. فربنا اداه الحلم لنبوخذ عشان مشغول وبيحكم ومش حدش هيصدق دانيال زي ما ايه ما قلنا. حاجة غريبة ان الحلم كله في 6 آيات. شوف احنا الاصحاح ده حاجة 40 آية، 46 آية، الحلم نفسه 6 آيات. من أيام دانيال ونبوخذ نصر لمجيء المسيح الثاني في 6 آيات. استغربوا مش كده؟ دولت بيمثلوا حكم العالم ويمثلوا مجيء المسيح والأبدية اللي هو المجيء الثاني بعد كده، مجيء الأول والثاني.
أنت أيها الملك أفكارك على فراشك صعدت إلى ما يكون من بعد هذا، وكاشف الأسرار يعرفك بما يكون. تمام؟ أما أنا فلم يكشف لي هذا السر لحكمة فيا أكثر من كل الأحياء. اتضاع غير عادي، تخيلوا ده، يعني لو واحد من الحكماء التانيين كان عارف يفسر الحلم ده يعني ما عرفش كان هيعمل ايه في الملك. لكن ده يقول له لم يكشف لي هذا السر لحكمة فيا أكثر من كل الأحياء، مش قال أكثر من كل الحكماء، ده بيقول له أكثر من كل الأحياء، يعني أي ناس، أي بني آدم حتى لو مش مثقف، مجرد إن هو الكواليفيكيشن بتاعه إن هو alive مش وايز، بيتضع جدا، متضع جدا. ولكن لكي يعرف الملك بالتعبير ولكي تعلم أفكار قلبك، يعني ربنا أعلنه لي عشان أنت تعرف تفسيره، مش عشاني أنا، أنا زي أي حد. وإذا قلنا سر الرب لخائفيه، إحنا بنقول إن ربنا ما بيتعاملش غير مع الناس الإيه؟ المتضعين. أما المتكبرين فربنا ما يشتغلش معه، نوعين ربنا ما يشتغلش معه، اللي بيعتمدوا على الشيطان والمتكبرين. والمتكبر برضو ممكن نضم لهم يعني، بس يعني بس أحيانا بيبقى عندهم نوع من التصرفات الكويسة بس مضروبين بدائل إيه؟ الكبرياء. أنت أيها الملك كنت تنظر وإذا بتمثال عظيم. ونسأل نفسنا سؤال، ليه ربنا كلم دانيال بتمثال؟ لأن بابل كانوا بيحبوا التماثيل جدا، وكانوا بيعملوها من الذهب، كانوا يعملوا التماثيل من الذهب، وكانوا يعملوا الموائد من ذهب والأكل والأطباق وكل حاجة. فربنا بيكلم الناس بالطريقة اللي هم بإيه؟ بيحبوها. هذا التمثال العظيم البهي جدا وقف قبالتك ومنظره هائل. المرة اللي فاتت قلنا إن ليه هو طلب من الناس يقولوا له الحلم، مش بس عشان ما يضحكوش عليه، لأن برضو من الأسباب اللي قالوها الآباء إنه ممكن يكون الحلم هو شافه على مراحل، إنه هو مش فاكره كويس، فعايز حد يجمعه له كده ويشرحه له. فالتمثال العظيم البهي جدا وقف قبلتك ومنظره هائل. التمثال العظيم البهي جدا ووقف قبلتك ده أربع ممالك عظيمة، ودول بيمثلوا العالم، بيمثلوا حكم العالم. ففي نقطة هنا عايزين تبقى واضحة في ذهننا، إن ربنا بيدي السلطة للعالم، لكن كل دولت في إيه؟ في إيده. أنا قلت لكم من شوية أن ما حدش بياخد سلطان إن لم يكن قد أعطي إيه؟ من الله. صحيح هم كلهم بيقوموا على أولاد ربنا، وصحيح هم كلهم بيأذوا أولاد ربنا، لكن الله ضابط الإيه الكل. وإحنا في الكنيسة بنحب قوي التعبير ده، بنقول الله إيه؟ ضابط الكل. فهنا يقول له تمثال عظيم، هذا التمثال العظيم البهي جدا وقف قبلتك ومنظره هائل. فده بيمثل أربع ممالك. في الإصحاح السادس هيشوف التمثال، هيشوف الممالك دي أربع حيوانات. ليه؟ في الإصحاح الثاني هو بيكلم نبوخذ نصر فبيكلموا عن عظمة هذه الممالك، لكن في الإصحاح السادس هيتكلم على وحشية هذه الممالك، فهيشبههم بالإيه؟ بالحيوانات، بالحيوانات المفترسة. عشان كده ممالك العالم في منظرها بتبين أنها لها مجد وبهاء، لكن في فعلها هم وحوش مفترسة. رأس هذا التمثال من ذهب، أنا عايزكم تتخيلوا التمثال معايا كده، رأسه إيه؟ من ذهب جيد. الذهب ده هو الأول هيلخصه وبعدين يرجع يتكلم فيه تاني، أنا هقراهم على بعض. رأس هذا التمثال من ذهب جيد، صدره وذراعاه من فضة،
بطنه وفخذاه من نحاس، سقاه من حديد، قدماه بعضهما من حديد والبعض من خزف. تاني الرأس ايه؟ الصدر والذراعين، البطن والفخذين نحاس، الساقين حديد، الرجل بقى المشط الرجل حديد وخزف، حديد وخزف. ايه الحكاية دي؟ يبقى أهل العالم يبتدوا ايه؟ ذهب، غنى، مجد، وينتهوا ايه؟ خزف. خزف ده ما جاي منين؟ من الطين. الطين لما يحطوه في الفرن يبقى خزف. يبقى ممالك العالم تبتدي ذهب وتنتهي ايه؟ تراب. كل ممالك العالم كده بلا استثناء. عشان كده ما تركزش قوي في العالم. وحتى نلاقي فيه تدرج، يعني يبتدي الراس ايه؟ ذهب، ارخص منه، ارخص منه، ارخص منه، ببلاش، خزف. بس نلاقي، سيبك من القدمين، لو خدناها بالعكس بقى هنلاقي الاقوى فيهم ايه؟ تحت. لا، الحديد اقوى. لما بيعملوا مطرقه ما يعملوهاش ذهب، يعملوها حديد. ويجي اللي بعديه اللي أضعف منه شوية نحاس، اللي أضعف منه شوية، اللي أضعفهم خالص. عشان كده في حاجة اسمها شغلات ذهبية وفي مشغولات فضية، لكن ما فيش واحدة بتلبس حلقة نحاس. تمام؟ بيعملوا كل حاجة. كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير يدين. دي المسيح بقى. خلي بالكم، ممالك العالم بتبتدي إيه؟ وتنتهي. لكن المسيح قطع حجر بغير يدين، اللي هو هنا بيتكلم على إيه؟ على ولادة المسيح من العذراء بدون زرع بشر. إزاي حجر يتقطع بغير يدين؟ عشان أقطع حجر لازم محتاج إيه؟ يدين، صح؟ لكن عشان يتقطع من غير يدين، ده المسيح اللي اتولد بدون زرع ايه؟ بشر. فضرب التمثال على قدميه. يبقى الحجر ده اتقطع في زمن قدمي التمثال، مش في الاول، لانه ضربه فين؟ في رجليه، اللي هو المسيح اتولد في العصر الايه؟ الروماني. برافو عليكم. وبعدين فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما. طب لما التمثال رجليه تتكسر، لما القدمين يتكسروا، ايه اللي هيحصل؟ ايوه، هو الحقيقه مش مستني لغايه كده، هو واحده بتشيل واحده واحده، هنتكلم عليهم بالتفصيل. فانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معا. يبقى كل ممالك العالم راحت فين؟ زالت. وصارت كعصافة البيدر في الصيف. البيدر ده المكان اللي بيدروا فيه، فلو في صيف وفي هوا زي النهاردة كده، في حد عربيته معلهاش تراب؟ فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان. أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا كبيرا وملأ الأرض كلها. الأرض للرب ولإيه؟ لمسيحه. طب ده حصل لسه، ده المجيء الثاني. يبقى في المجيء الأولاني لما التمثال ضرب الإيه؟ لما الحجر ضرب رجلين التمثال، والمجيء الثاني الأرض للرب وإيه؟ لمسيحه. هذا هو الحلم، فنخبر بتعبيره قدام الملك. يبقى الحلم ببساطة إنه هو شاف تمثال راسه ذهب، صدره فضة، وإيديه بطنه نحاس، ورجل وفخديه وقدميه والساقين حديد. دول بيمثلوا أربع ممالك، وهنشرح كل إيه الكلام ده.
ايه التعبير بقى؟ انت ايها الملك ملك ملوك. ده راجل بيجامله بقى عشان هيقول له انت مملكتك هتروح، لان اله السماوات اعطاك مملكه واقتدار وسلطانا وفخرا. بصوا الكلام بيوزن بعضه. الاول يقول له انت ملك ايه؟ ملوك. ودي كانوا بيقولوها كتير لبعض، يعني في مادي وفارس بعد كده بيقولوها. بس انت ما خدتش الملك ده من نفسك، الملك ده مش انت اللي خدته من نفسك، لان اله السماوات اعطاك مملكه واقتدار وسلطان وفخر. لو الناس عاشت وفي دماغها ان كل ما انا فيه من خير ونعمه هو عطيه الهيه، ما حدش هيتكبر، كل واحد هيمشي جنب الحيطه كده ويعرف ان كل ما فيه انا هو من نعمه ايه؟ ربنا. وحيثما يسكن بنو البشر ووحوش البر وطيور السماء دفعها ليدك وسلطك عليها جميعا فانت هذا الراس من ذهب. كلام جميل، مبسوط يا نبوخذ نصر، انت راس من ايه؟ في نقطه هنا، هو مش بيتكلم على أشخاص، هو بيتكلم على ممالك. وهنشوف ابنه ما كانش حكيم، حفيده كان أحسن شوية، بس حفيده ده راحت في زمنه. وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منك، مش أصغر في الحجم. المملكة اللي هتقوم بعد كده مملكة مادي وفارس، دي كانت أكبر منهم بس أصغر لأنها زمنيا جت بعديها. ومملكة ثالثة أخرى من نحاس فتتسلط على كل الأرض، اللي هي مملكة إيه؟ اليونان. وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد، دي الرومان، لأن الحديد يدق ويسحق كل شيء، وكالحديد الذي يكسر تسحق وتكسر كل هؤلاء. يبقى أنا عندي بابل، بعديها مادي وفارس، بعديها اليونان، بعديها الرومان. بابل هتلاقوا تاريخين، بابل قعدت 70 سنة، ده المملكة الإمبراطورية الضخمة العظيمة، لكن في بعض الكتب هيقولك بابل قعدت 1600 سنة، لأن اللي أسسها نمرود. بس ساعتها كانت إيه؟ كانت حاجة تعبانة كده، يعني أشور كانت هي قبلها وقبلها وقبلها، كان فيه ممالك تاني. لكن بابل كإمبراطورية عظيمة ملكة الأرض كانت 70 سنة. ونحب نقول كل مملكة من دول ذكرها فين في الكتاب المقدس؟ بابل مذكورة فين؟ دي سهلة. نو نو نو، مملكة بابل مش بنت بابل، مملكة بابل مذكورة فين في الكتاب المقدس؟ لا، صباح الخير، في سفر دانيال. واحنا بنتكلم فين؟ احنا بنتكلم في ايه؟ امال اللي هتقولوا ايه في اللي جاي؟ انا بسال، المملكه دي ذكرت فين في الكتاب المقدس؟ في سفر دانيال. واللي هي مدتها قد ايه؟ 70 سنة، بتاع السبي بتاع بني اسرائيل. مادي وفارس مدتها 207 سنة. مادي وفارس اللي هم الفرس مدتها 207 سنة. دي ذكرت فين؟ ده انتوا عايزين مساعدة بقى. آخر دانيال، لما اتكلم على داريوس، آخر دانيال وأستير أحشاويرش الملك ونحمية وعذرة. يبقى الحاجات دي اتكتبت بعد كده، ده أيام مادي وفارس 207 سنة، آخر دانيال أستير ونحمية وعذرة، اللي هو رجعوا بقى في وقته، ابتدوا يرجعوا لإسرائيل. طب اليونان، اللي هيقول اليونان اتذكرت فين هجيب له هدية. اليونان قعدت 130 سنة. اللي أسس اليونان الإسكندر الأكبر، والإسكندر الأكبر بكى لأن ما كانش في بلاد تانية ممكن يفتحها،
يعني انا بوريكم حجم الفتوحات بتاعته قد ايه. ده النحاس، ده البطن. بكى لان ما كانش فيه، والاسكندر الاكبر مات في الثلاثينات. فاللي حصل انه لما مات كان عنده قاده الجيش بتاعته، قسموا الجيش بينهم، قسموا البلاد بينهم، فده كان بدايه الضعف ان الامبراطوريه اتقسمت. اما الرومان، اليونان ذكرت في مكابين اول وثاني، طبعا دي من الاسفار القانونيه الثانيه، وعاشوا 130 سنه كامبراطوريه اليونان. اللي يروح فيكو اليونان ويشوف الاثار بتاعتهم يشوف العجب. يعني الرومان اتذكروا فين في الكتاب المقدس؟ في العهد الجديد بقى، ميلاد المسيح وكله. الرومان عاشوا كامبراطوريه 500 سنه، 500 سنة، وما زالوا ليهم بقيهم لغاية دلوقتي. بس احنا في الرجلين دلوقتي، في القدمين، يعني الساقين خلصت. الرومان انقسموا في القرن الخامس لمملكتين، المملكة الشرقية عاصمتها القسطنطينية، والمملكة الغربية عاصمتها روما. في سنة 1453 محمد الفاتح جه وغزا القسطنطينية واحتلوها وخدوا آسيا الصغرى كلها اللي هي دلوقتي بقت اسمها ايه؟ تركيا. وطبعا القسطنطينية اتحولت لايه؟ لإسطنبول، وانتوا عارفين بقية التاريخ الجميل ده. طبعا الكلام ده حصل 1453، لكن في القرن 1100 وحاجة حصل انقسام بين الأرثوذكس والكاثوليك، بسبب ان الكاثوليك ضافوا إضافة للروح القدس منبثق من الأب والابن، فتعمل قسمين بقى. الأرثوذكس طبعا رفضوا، والناحية الشرقية القسطنطينية وكده بقى الأرثوذكس اللي هم مازال الإيكونوميكال باترك هناك وما عندوش شعب، ما زال في اسطنبول، والتانيين موجودين. روما بقت كاثوليك. فطبعا المملكة الشرقية انتهت بالغزو العربي، وطبعا بعد التاريخ اللي بحكي لكم عليه ده العرب استولوا على الامبراطورية الرومانية. أي 41، وبما رأيت القدمين والأصابع بعضهم من خزف والبعض من حديد، فالمملكة تكون منقسمة ويكون فيها قوة الحديد من حيث أنك رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين، وأصابع القدمين بعضها من حديد والبعض من خزف، فبعض المملكة يكون قويا والبعض قسما، يعني ضعيف. وبما رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين فإنهم يختلطون بنسل الناس، ولكن لا يلتصق هذا بذاك كما أن الحديد لا يختلط بالخزف. طيب الحتة دي عايزة شوية شرح، مش كده؟ احنا عرفنا ان في بابل هتقعد 70 سنة وتخلص، هتاخدها مهدي وفارس. مهدي وفارس هتاخد الفترة بتاعتها برضو 207 سنة وتروح، ويجي اليونان بعد كده يتيك اوفر ويقعدوا 130 سنه اسكندر الاكبر، وبعد كده يجي الرومان ويتيك اوفر، وكل مملكه بتخلص على ايه؟ الثانيه. وزي ما قلنا العز والضخامه فوق. انا ممكن نقعد نتكلم على كل مملكه، بس انا مش عايز احولها تاريخ. يعني هو طبعا الذهب اكتر حاجه بابل، لان هم لموا الذهب اللي في الدنيا كلها. بتوع الفضة محبة المال، كانوا هم عندهم يعني شحن، دول والناس اللي بتلم ضرائب والناس مش عارف ايه، وهم كانوا بيفتحوا في بلاد فكانوا عايزين فلوس وكانوا بيصرفوا. وملوكهم ما كانوش يعني من الشطارة قوي، لغاية بس ما انتهوا بالفترة ان هم رجعوا الشعب ليهوذا تاني، يرجعوا لأورشليم. بعد كده جم اليونانيين او المقدونيين زي ما بيسميهم، او وابتدوا عملوا الامبراطورية بتاعتهم. أهم حاجة يعني أنا أقول لكم أهم حاجة في كل واحد، أهم حاجة في الفرس
في مادي وفارس ان هم رجعوا شعب اسرائيل. اهم حاجه في في اليونانيين ان هم الفلسفه والثقافه، مش الفلسفه، الثقافه اليونانيه. فبقى في لغه واحده بتتكلمها الامبراطوريه، لدرجه ان اباء الكنيسه بتوعنا، يعني انت لما تقرا عن اثناسيوس وكيرلس عمود الدين ومش عارف ايه، يقول لك الاباء الجريك. هم مش جريك، هم مصريين، بس ليه بيقول عليهم الاباء الجريك؟ لان كل كتاباتهم باليوناني، واخدين بالكم؟ فدي ادت لغه واحده سهلت ان الكتاب المقدس العهد الجديد اتكتب كله باللغه الايه؟ اليونانيه، ما عدا سفر واحد اتكتب بالعبري واليوناني اللي هو ايه؟ العهد الجديد يا اختي، انجيل متى. انجيل متى. فاليوناني ده كان من ضمن ده ملء الزمان اللي ربنا قال عليه، ان بقت لغه واحده كل العالم يتكلمها، على الرغم ان كان في لوكال لانجويج، عشان كده كان في موهبه التكلم بالسان. اما الرومان عملوا حاجه تانية مهمه جدا، مهدوا الطرق وفتحوا العالم كله. يعني بولس الرسول النهارده لما كان بياخد مرقس او سيلا او برنابا ويطلعوا الرحلات بتاعته، ما كانش بيروح السفرات وياخد فيز. يعني كان يطلع الرحله ياخدها من اورشليم لغايه روما على طول، ما فيش. فده برضو من ملء ترتيب ملء الزمان اللي الكتاب المقدس علمه لنا. فيعني دي الحاجات اللي الكنيسه استفادت منها او المسيحيه استفادت منها. الرومان حطوا ايدهم على حته بتاعه اورشليم سنه 63 قبل الميلاد، وجه بعد كده المسيح اتولد زي الحجر، زي ما قال في ايام نبوخذ نصر، في ايام سوري اغسطس قيصر امر بالاكتتاب، واخدين بالكم؟ فكل الحاجات دي وغيره، طبعا في حاجات كتير بتدل على ان المسيح اتولد في العصر الايه؟ الروماني. واما الجبل الحجر ده عشان يتحول لجبل، ده بيتكلم على المجيء الايه؟ التاني. طب عايزين نفهم بقى حكايه الصوابع اللي من حديد وصوابع من خزف، ايه الحكايه ديت؟ هو فيه رايين، وفيه حاجة ناس بتقولها هنرد عليها اللي هم البروتستانت. هو في كذا نقطة احنا محتاجين نلاقي لهم إجابة. أول حاجة إن في صوابع حديد وفي صوابع إيه؟ خزف. تاني نقطة إن مش فيش اختلاط أمثال. يعني لو أنتوا فاكرين الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي، أصابع القدمين بعضهم من حديد والبعض من خزف. بعض المملكة يكون قوي والبعض قسم. الحديد مختلط بالطين، فإنهم يختلطون بنسل الناس ولكن لا يلتصق هذا بذاك، كما أن الحديد لا يختلط بالإيه؟ بالخزف. فهنا عندنا اللي حصل، أقول لكم اللي حصل تاريخيا وبعد كده أشرح الحتة دي. اللي حصل تاريخيا ان الامبراطورية الرومانية اللي هي بقى حصل فيها الجزء الاخير ده، لما جت تتوسع في اوروبا، في اوروبا في قبائل البربر دولت ما عندهمش التاريخ والثقافة بتاعت الدول اللي زي كانت مصر والبلاد ديت، يعني الناس اللي عندها حضارات، دول كانوا قبائل بربر. فلما ابتدت قبائل البربر دي تخش في الامبراطورية الرومانية، أضعفت أماكن في الامبراطورية الرومانية. فده بقى صوابع خزف وصوابع إيه؟ حديد. ما الخزف هو الطين، تمام؟ فده جزء. ولما جه محمد الفاتح خد الامبراطورية الشرقية، بقى دي صوابع إيه؟ خزف. لكن اللي حصل في الناحية الغربية ان ما استمرتش امبراطورية واحدة، ابتدت البلاد دي تبقى developed،
بمعنى ايه ديفلوب؟ انها ابتدت تتطور. يعني مثلا قبائل الغال عملت فرنسا وفي انجلترا، وكل واحدة من دول ابتدت تمثل ايه؟ حضارة. ابتدى يبقى في بلاد قوية ولاد ضعيفة. يعني احنا سيبنا الشرقية دي خالص، اسيا الصغرى، هنركز في ايه؟ في الغربية. الغربية بقت فيها بلاد قوية، يعني اوروبا بتحاول تعمل الاتحاد اللي هو الاتحاد الاوروبي، لكن الاتحاد الاوروبي مش كلهم بنفس الايه؟ القوة. يعني مثلا لو انا خدت بلد زي قبرص او كريت، ما دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي، بس ايه قوتهم؟ ما لهمش قوه، ما تقدرش تقارنهم بانجلترا او فرنسا. او مش بس كده، في بلاد في اوروبا الغربيه فيها نظام جمهوري، وفي بلاد فيها نظام ايه؟ ملكي. النظام الملكي ثابت، النظام الجمهوري ايه؟ متغير. مرة يجي لك واحد ديمقراطي، مرة يجي لك واحد شرقي غربي، مش عارف ايه، واحد ياخدك يمين واحد ياخدك شمال، وعملية ايه اخر ايه؟ يعني سرحان. فده صوابع حديد وصوابع ايه؟ خزف. مش بس كده، حتى الدول الاوروبية الكبيرة ابتدت يبقى فيها جاليات، الجاليات دي بتضعفها. يعني فرنسا مثلا النهاردة فيها جالية مغربية، انتوا عارفين بقية الجملة. ألمانيا نفس القصة، انجلترا قوي. ما انا قلت ألمانيا، ألمانيا وانجلترا وفرنسا نتيجة طبعا الديمقراطية. فكانت النتيجة ايه؟ انها بقى فيها طين. ما هو ده بيحقق بقى، ده الكلام ده هو ايه؟ بيحقق النبوة دي. أصابع من طين وأصابع من إيه؟ حديد. أصابع من خزف وأصابع من إيه؟ من حديد. فكل ده بيورينا أمثلة على الكلام ده. طبعا الجماعة البروتستانت قال لك لا، ده هنا بيتكلم عن مجيء المسيح، يبقى ده الحكم الألفي. احنا بنقول لهم لا، حكم الألف ده احنا عايشين فيه اوريدي، لان المسيح مش هيجي يحكم الارض، اللي هو بالانجليزي رابشر اللي بيقرا فيكم. المسيح مش هيجي يحكم الارض 1000 سنة بس بحكم عادل، وبعد كده ياخد الابرار ويسيب الاشرار يعمل فيهم ايه. المسيح هيجي مجيء اخير، اللي اتكلم عنه الكتاب المقدس، اللي قال ياتي وملائكه تبوق وياخدوا الابرار عن يمينه والأشرار عن إيه؟ عن شماله. اذهبوا عني يا ملعين لا أعرفكم. فهنا النبوات دي ما بتقولش إن المسيح هيجي مرة تانية عشان يحكم حكم ألف. هو مرتين، مرة الحجر الولادة من العذراء، ومرة الجبل مجيئه التاني اللي يسود فيه العالم. ففي بعض أباء بيعتبروا ان من 40 ل 44 دي جملة اعتراضية، وانها بتحكي على حاجة مستقبلية. واحنا بنقول موافقين على الرأي ده، وموافقين برضو على الشرح اللي احنا ايه شرحناه، اللي هو بيوضح ان في مملكة منقسمة حديد وخزف، وان هم يبقوا مع الناس لكن ما يختلطوش بيهم. وطبعا الكلام ده ممكن ينطبق على ايام المسيح نفسه. يعني ايام المسيح مثلا كان فيه قيصر، ده امبراطور روماني، وكان فيه هيرودس، ده ملك ايه؟ يهودي بلا سلطه. واخدين بالكم؟ كان فيه ملوك اقوياء وملوك ضعفاء، والرومان اختلطوا بالناس بس ما تزوجوش منهم وما اختلطوش بانسابهم. واضحة الحتة دي ولا مش واضحة؟ فإحنا ما زلنا عايشين في صوابع الرجلين. يعني الأربع ممالك الكبيرة دي خلصت، انتهت، فإحنا عايشين في صوابع الرجلين،
والحجر اللي بيكبر. انا نسيت اقول لكم الحجر ده بتمثله ايه؟ الكنيسة على الارض. ما هي دي مملكة المسيح. دلوقتي اقدر اقول ايه؟ المسيح يملك وسط شعبه، مش زي ايام ما كان يهوذا مسبي. لا، دلوقتي هو اله السماوات والارض، السماوات بملائكتها والارض بيكونتوا القديسين اللي فيها. واضحة؟ فاحنا عايشين دلوقتي في ايام الصوابع اللي من خزف ومن حديد. انتوا اني صباع؟ برافو عليكم. حديد، حديد. انتوا تمثلوا الكنيسة او الجبل اللي بيكبر وهيبقى حاجة كبيرة. وفي ايام هؤلاء الملوك يقيم اله السماوات مملكة لن تنقرض ابدا. كنيسة وعندها وعد، اللي يقوم عليكي تحكمي عليه، وابواب الجحيم الممالك دي خلاص خدت وقتها وايه وانتهت. عشان كده محدش عارف يتحد تاني. يعني حتى الاتحاد الاوروبي انجلترا طلعت منه، واللي جواه اللي بيخش بنكرابسي واللي يعني تعبانين يعني بيعانوا، والبقية العالم انتوا عارفين يعني ما فيش اتنين بيتفقوا مع بعض يعني. وملكها لا يترك وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. بيتكلم على مملكة مين؟ المسيح، مملكة المسيح. لأنك رأيت أنه قد قطع حجر من جبل لا بيدين، فسحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب. الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا، الحلم حق وتعبيره يقين. ختم من عند ربنا. انتوا سمعتوا نفس من نبوخذ نصر من ساعة ما دانيال نطق؟ عندما يتكلم الله يصمت كل فم. الحته اللي جايه دي بقى حته عجيبه. انتوا فهمتوا اللي فات مش كده؟ معلش احنا عايزين نخلص الاصحاح ده النهارده. حينئذ خر نبوخذ نصر على وجهه وسجد لدانيال. انتوا متخيلين؟ ملك الملوك اللي قال لهم الكلمه طلعت من بقى مش هترجع، ذبح اربا اربا، يقوم يعمل ايه؟ انت حاسس قوتك قد ايه لما بتسلم نفسك لربنا؟ ده خيب ان انا اسلم نفسي للشيطان، ده انا ببقى مهزقه. اما الشيطان يركب دماغي اعمل خطيه، اعند، اخاصم، اشتم، اسرق، احلف، ازني، الشيطان بيضحك عليا. انت شايف ده ربنا خلى نبوخذ نصر يقوم من على العرش بتاعه، اذا كان قاعد عليه من يوم ما حلم الحلم ده وترعب. يعني ساعة المسيح لما جم يقبضوا عليه في بستان جثيماني قال لهم من تريدون؟ يسوع النصير، انا هو. ايه اللي جرى لهم؟ وقعوا، وقعوا. ده ما جالوش نوم من ساعة ما شاف الحلم ده. والكلام اللي اتقال له ده كلام مش لمصلحته يعني، ده بيقول له مملكتك يومين كده ورايحه يعني. خر نبوخذ نصر على وجهه وسجد لدانيال، وأمر بأن يقدموا له تقدمة وروائح سرور. يعني فأجاب الملك دانيال وقال حقا إن إلهكم إله الآلهة. كل آلهة الأمم إيه؟ شياطين. يعني إيه؟ أنا عايزكم بس تسمعوا شوية فيها شوية كده. يعني اللي أنت بتشوفهم بمفاهيم العالم اللي تغلبه ربح، اللي تربحه غلبه ولا مش عارف ايه العبه، ما انت بتشتغل بآلهة شياطين. تعالى نكذب عشان ناخد شويه بنفيتس، تعالى مش عارف ايه عشان ناخد ايه، تعالى مش عارف نعمل ايه عشان نعمل ايه. مش ده بيحصل؟ انا بسلم نفسي لايه؟ للشيطان. اكره ده، خصم ده، اعمل مشكله لده. إلهكم إله الآلهة. يبقى كل الآلهة بتاعتك يا أستاذ اللي عمل لها آلهة ذهب دي كلها آلهة إيه؟
شياطين. بس ربنا سيبهم لتأديب أولاده اللي راحوا عبدوا أصنام في الهيكل. ما ربنا ما بيقساش على أولاده كده، إحنا اللي بنجيبه لنفسنا. إلهكم إله الآلهة ورب الملوك وكاشف الأسرار، كلام ده واضح تالي. إذا استطعت على كشف هذا السر، حينئذ عظم الملك دانيال وأعطاه عطايا كثيرة وسلطوا على كل ولاية بابل، يعني أنت المسؤول عن بابل، وجعله رئيس الشحن. الشحن دولت اللي هم مسؤولين عن بلاد، يعني في شحن لمصر، شحن لسوريا، أنسون. رئيس الشحن على جميع حكماء بابل، يعني دانيال بقى زي السكند مان في الإمبراطورية دي كلها. تخيلوا هو لو كان راح مع الحكم الأولانيين دول، لا يعني حتى لو قال كانوا كلهم حيرددوا نفس الكلام. فطلب دانيال من الملك فولى شدرخ وميشخ وعبدناهو. طبعا مثل جميل في دانيال، ما بينساش اخواته في العز ولا في الضيق على اعمال ولاية بابل. اما دانيال فكان في باب الملك. باب الملك يعني رئيس الوزراء او السكند مان. هنا كذا نقطة بسرعة كده نقولهم، ان ثقة دانيال في اعلان الله، يقول له الحلم ايه؟ حق وتعبيره يقين، يعني الكلام اللي انا باخده من ربنا 100%. فنبوخذ نصر لما سجد لدانيال وبيقدم له هدايا، ده اول تعامل لربنا مع نبوخذ نصر يشعر بيه بمهابة ربنا. فربنا ادى الكرامة دي لدانيال، لكن دانيال ردها لمين؟ لربنا. فدانيال هنا خلى نبوخذ نصر ينطق ويقول ان الهكم هو الاله الايه؟ الالهة. و الملوك دول كلهم خضعوا لإله دانيال لأن هو له التعبير. طبعا الشيء الجميل إن دانيال على كل ما بيمر بيه لا يتغير. دانيال مش هيكمل في القصر على طول، هنشوف هيطلع بعد شوي وهيجي في حلم تاني. لكن اللي عايز أقوله لكم إن إحنا تعلمنا من دانيال في الإصحاح ده حاجات كتير قوي نعمل بيها كلوزنج، يعني كده نقفل بيها. يا ريت تساعدوني. اول حاجه ايه؟ مش لازم بالترتيب، قوه الصلاه، الصلاه والتسبيح والشكر والصوم والفضل ربنا والتواضع وشركه الاخرين والحكمه وعدم التسرع والثقة في كلام ربنا والإيمان به. يعني دانيال الحياة الشخصية محتاجين إن إحنا نقعد كده نجيب كراسة ونقرأ الإصحاحين اللي فاتوا دول ونقعد نكتب نقط كده ونحاول نطبقها في حياتنا عشان نكون سامعين إيه؟ عاملين. لإلهنا كل مجد في كنيسته من الآن وإلى الأبد آمين. في أي سؤال في الكلام ده؟ تفضل. راح اقول لك ببساطه، اول حاجه كلمه اله الالهه التعبير ده مش صح. احنا بنقول الاله الوحي الحقيقي، لان كل الهه الامم ايه؟ اخد بالك. لكن هو اعتبر ان اله دانيال مستوى اعلى من الالهه بتوعهم، بس التانيين ستيل ايه؟ الهه. فده لوحده غلط. فلما يجي بعد كده يقول ان اي حد يسجد للالهه بتاعته وتقول له لا، يبقى انت كده بتتحداه. خدت بالك؟ فهم
وبعدين ما تنساش ان يعني ربنا كان بيدي فرص للناس ديت علشان خاطر يعني يعرفوا ربنا زي ما اتكلمنا في التفاصيل. لكن الناس دي كان فكرها اساسا اللي مسيطر عليه مين؟ الشيطان. فالشيطان يعني ما بيخليهمش يكملوا يعني. لكن انا ما اقدرش احكم على نبوخذ نصر اللي عمله. يعني نبوخذ نصر كان انسان حكيم وشاطر, فممكن يكون يعني بعد كده تأثر, الله اعلم. يعني اما نطلع السماء هنشوف العجب يعني. لكن ما اقدرش احكم عليه ان هو هلك يعني, لان هو شهد لربنا شهاده كبيره. بس هو كل واحد بيتكلم باللي عارفه. هو يعني واحد عامل اماكن الالهه وثنيه وعامل مش عارف ايه وبتاع, هو مش شايفهم الهه وثنيه, هو بدون شايفهم الالهه اللي نصرته. يعني انت النهارده مثلا, انا قلت لكم قبل كده ان هما بيعتبروا ان الاله القوي هو اللي بينصر شعبه على الاله الاضعف. فكون ان نبوخذ نصر يروح ينتصر على الهه, ينتصر على يهوذا, يبقى فكر نبوخذ نصر ان الهه ايه؟ قوي. واخد بالكم الفكر ده؟ فهو شايف ان الهه قوي وخلاه ده ينتصر. عكس مثلا لما راح من أشور 180,000 واتقتلوا, فلما الراجل ده رجع عياله قتلوه. ليه؟ لان هم انت ده اله قوي اللي انت بتحاربه ده, عشان يبعت ملاك يقتل 185,000. واخد بالك؟ فكان الفكر ده عندهم. عشان كده هم كانوا من ضمن مراسم الحرب عندهم انه يقدموا قرابين للآلهة بتاعتهم قبل ما يروحوا يحاربوا, ولما يرجعوا لازم يقدموا قرابين. وانت لما تيجي تقرا في سير الشهداء بتاعتنا هتلاقي ان كان يطلب مثلا من ابو سفين قدم ذبائح للآلهة, ماري جرجس نفس الشيء, ماري مينا نفس الشيء في العصر الروماني. طب كل العصور نفس الفكر. فهو بيعتبر ان اللي مش هيقدم ذبائح للآلهة الآلهة هتغضب عليهم وحينهزموا. فدي كانت بتخليهم ياخدوا موقف جبار ضد الناس ديت انهم يقتلوه. واخد بالك؟ فده فكر كان بيسيطر عليهم. فربنا هنا كشف لهم ان الناس دي كل آلهة الأمم ايه؟ شياطين. لكن هو بيقول له إله الآلهة, يعني ده الإله الكبير, ده الإله اللي يعرف. يعني لكن في نفس الوقت هم ما هي دي رسائل ربنا بيبعتها لنا. بس احنا طب صدقني انت بتتكلم على نبوخذ نصر, تعالى اتكلم على واحد متعمد ومولود جوه الكنيسة وكبر في الكنيسة وتلاقي مخصم اخوه رافع عليه قضية او يطلق مراته. طب يعني هو ده ما شافش حاجه؟ اتفضلي. لا, في فكر بين ان الشيطان يرمي لك فكره في دماغك, لكن هو ما يعرفش انت فكرك فيه ايه. هو يقدر يقراكي. بمعنى ايه يقراكي؟ يعني مثلا واحده ماشيه وعينيها على البترين, بالذات على الشنط اللي ب 1000 و2000 و3000 دولار, فيعرف ان البت دي او الست دي ها بتحب الحته دي, فيقول لها جوزك بخيل عليك ومش بيجيب لك حاجه, روحي ولعي فيه. هو شافها منين؟ ولد ماشي بص على رجلين البنات, لكن هو ما يعرفش الفكر بتاعك. هو خبره في النفس البشريه من ساعة سقوطه, لكن هو ما يعرفش فكر البشر. يعني هو ما يقدرش يعرف فكرك فيه ايه. عشان كده الحلم اللي نبوخذ نصر حلمه ده من ربنا. هو كان بيفكر فيه, هو كان مشغول بالعالم وبيحكم العالم وعايز يعرف واتس نيكست وكلام زي كده, فربنا اداهوله
بس كون ربنا اداه له ما حدش هيعرف يحله له غير ربنا، غير ولاد ربنا. فالشيطان ما يعرفش فكر الانسان يعني. بس الشيطان عنده فرق توقيت زي الملائكه. معنى ايه؟ مثلا افرضي انت مثلا اختك مثلا قعدت على الكمبيوتر دلوقتي وحجزت تذكره عشان تيجي، هو شافها، هي لسه ما كلمتكيش قالت لك، بس هو عرف، واخد بالك؟ عرف منين؟ ما عرفش فكره، هو شافها بتحجز تذكره. واضحه؟ اي سؤال تاني؟ طيب عشان نخلص لهم بس قبل التسعة. لا ده احنا تأخرنا على التسبيح حضرتك. طيب اجعلنا رب مستحقين نصلي في الشكر. أبانا الذي في السماوات، حبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد ربنا ولنا وخلصنا يسوع المسيح شركة وعطيتنا الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام. سلام الرب مع جميعكم.